ان شاء الله هنبدأ النهاردة او هنجيب موضوعنا هو موضوع الترانسفورميشن اوف كوردينيت او كوردينيت ترانسفورميشن المقصود بيها نقل الاحداثيات او نقل المحاور. انت اخدت فكرة عن نقل الرياضة قبل كده في اعدادي صح؟ كنت انت بتنقل المحاور لو انت فاكر من اكس والواي بتنقلها لمحاور يو وفي. ان احنا بننقل المحاور لو انت فاكر في الرياضه زمان يبقى عندك محور اسمه محورين احداثيات اكس وواي بنقلها هنا لمين؟ يو والفي. احنا النهارده بقى في المساحه هل احنا بنحتاج لموضوع اسمه نقل احداثيات او نقل محاور؟ طب دي بتصادفني في ايه؟ يعني هو الموضوع ان احنا بناخد حاجه كده وخلاص بنحشي مخها بجدها. هناخد النهارده بقى الموضوع بتاعنا يعني ايه؟
عالمي، فانا كنت اربط انا الاحداثيات بتاعتي اربطها بالاحداثيات العالميه. فبالتالي يعني ايه احداثيات؟ يعني ايه الكلام ده؟ خلاصه القول في الكلام ده ايه؟ ان لو في نقطه عندي اسمها نقطه ايه مثلا؟ سواء في طرابلس، سواء في شبكه مصر، سواء في اي مكان، لها نوعين من الاحداثيات، لها اكس وواي على الاولد سيستم على النظام القديم، ولها اكس وواي في النيو سيستم. هتفهم؟ نقطة ليها احداثيات على النظام القديم والنظام الجديد، تمام؟ ولو تلاقي كمان نقطة موجودة هنا على مثلا بورسعيد، نقطة على النظام القديم، نقطة اسمها بي. هل عن طريق النقطتين دول أقدر أجيب أنا لمصر دلوقتي الجلوبال كوردينيت سيستم؟ أقدر أحول النقط ولا لا؟ هو ده الموضوع. فموضوع نقل الإحداثيات من الموضوع المهم ليك جدا في المساحة، هو أي نعم تخصص شوية للناس بتوع المساحة، ولكن لابد يبقى أنت عندك فكرة بيه إزاي تبدأ تعمل هذا الفكرة. هو ابتدت من الرياضة. يعني هو زي بالظبط البرنسبل الرياضي بالظبط. دلوقتي الترانسفورميشن او نقل المحاور او نقل الاحداثيات ده بيتم في نوعين، يا اما في ال 2D او في ال 3D، نفس الحكايه. الكوردينيت سيستم او كوردينيت ترانسفورميشن نقل المحاور ده يا اما بيكون في ال 2D يا اما في ال 3D. ال 2D اللي هو ايه؟ الايه؟ اكس واي زي ما قلت قدامك دلوقتي. اكس واي او اي واي نفس المسمى. يعني بعض الكتب بتسميها اكس واي وبعض الكتب بتسميها اي وان. اي اللي هي الاس اللي هي الاكس والان اللي هي الواي. ال 2 دي المقصود بيها اكس وواي، ال 3 دي المقصود بيها اكس واي وزد. يعني ايه برضه؟ تعالى نبص بقى عشان نفهم الموضوع ازاي. في ال 2 دي بيبقى عندي محورين، عندي الاكس والاكس والواي. دي الاوض. الاوض يعني ايه؟ القديمة، النظام الأولاني. وبعدين بيبقى عندي إكس واي النيو. ده النيو سيستم. فبالتالي في عندي نقطة موجودة في الأولد سيستم عايز أحولها إلى إحداثيات جديدة في النيو سيستم. أنت فاهم؟ كلامي يعني زي بتاع الرياضة بالظبط. زي بتاع الرياضة. وال 2 دي طب لا اتجاه الشمال كويس قوي كمان صح. اتجاه الشمال ثابت. ثابت فين؟ يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي نازل في موقع وبتشتغل، تمام؟ نازل في موقع وبتشتغل على بديك على السكيل الصغير بتاع نفسك طربة. يعني نزلت في موقع وبتشتغل، نزلت انت في اتجاه الشمال وقلت للناس والله يا جماعه فين اتجاه ده؟ عشان انت بص فين اتجاه الشمال؟ قال لك اتجاه الشمال اهو، تمام؟ اشتغلت على هذا الكلام وجبت احداثياتك كلها بالكامل على الاتجاه الشمال في هذا الاتجاه. بعد انت ما طلعت فوق قال لك لا ده والله احنا قلنا لك ان اتجاه الشمال بيميل على الاتجاه ده بسبب ما اخترتها 5 درجات و30 دقيقة. فبالتالي كل الاحداثيات اللي انت جايبها هتتغير ولا لا؟ هتتغير، بس في عندك نقطة ثابتة اللي هي نقطة مين؟ نقطة ايه؟ اللي انت بدأ عندها الشغل بتاعك. فده برضه يستلزم منك نقل المحاور او نقل الاحداثيات، لان انت جايب الاحداثيات على اتجاه شمال افتراضي. وصلتك الفكره ولا لا؟ طبعا الرسمه دي بتبقى مجازيه يعني عشان المعنى الرياضي بس، لكن ما فيش ما يبقاش اتجاه شمال كده وعليه بقى ليه وانا كده؟ ما فيش تغير كبير قوي ده، بس بيفرق في درجه او في درجتين يعني حاجه بسيطه. فبالتالي تعالوا بص بقى هنا دلوقتي زي ما اخدت في الرياضه، هنا بيبقى عندي كام بارامترز للترانسفورميشن، كام متغير؟ أول حاجة عندك إن نقطة فوق خلي دي جوه واحدة، نقطة فوق اتحركت مسافة أفقية ومسافة رأسية، صح؟ المحور بتاع إكس لف في زاوية دوران مقدارها ألفا، والمحور بتاع واي لف في زاوية دوران مقدارها ألفا، زي ما هنشوف بالتفصيل. يبقى عندي انتقال المحور، وعندي دوران المحور، وعندي حاجة اسمها الاسكيل بقى زي ما هنشوف دلوقتي. لكن في 3 دي ده في 2 دي اللي احنا الشغل بتاعنا كله احنا في المساحه المستوى المدني كل شغلنا احنا في 2 دي. المنهج بتاعك اساسا اسمه بلينسل بي، وزي ما قال لك الدكتور زكي في اول محاضره بلينسل بي هي المساحه المستويه. يعني المساحه المستويه؟ يعني تعاملنا احنا كله مع 2 دي مع الاكس والواي بس.
لكن لما نكبر ان شاء الله ونبقى في ثانيه مدني شويه هنبدا نتعامل مع ال 3 دي شويه او في الترم الثاني لما ناخد احنا الميزانيه ال 3 دي لا الموضوع بقى هيكبر منك شويه. انا عندي اكس لو انت متخيل وادي الواي وادي الزد ثلاثي الابعاد عندي نظام من الاحداثيات انت عايز تنقله لمين؟ عايز تنقله لاكس داش واي داش زد داش. هنا بقى بتلاقي ان المتغيرات كتير شويه اكتر. هنا كم متغير؟ هنا خمسه. الاكس بتاعت الاو والواي بتاعت الاو وزاويه دوران الاكس وزاويه دوران الواي والسكيل مقياس الرسم هقول لك يعني سكيل دلوقتي. لكن هنا في بتتقسم لكذا طريقه، في 7 بارامتر، في 7 متغيرات، في 8 متغيرات، في 9 متغيرات، في 10 متغيرات. ده مش موضوعنا. ده اكبر منا شويه هيبقى صعب عليك وكده. احنا كل شغلنا مين؟ كل شغلنا على ال 2 دي. يبقى الفكره الاساسيه المقدمه احنا طولنا فيها شويه، الفكره الاساسيه ان عندك ايه؟ ان انت عندك نقاط في نظام احداثيات عايز انقلها الى نظام احداثيات جديد. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نبص على الشريحه دلوقتي دي. هنتفق احنا الحاجه اللي فيها داش ده نيو سيستم والحاجه اللي ما فيهاش داش ده اولد سيستم. بمعنى الاي والان اللي ما فيهمش خطوط داش دي اللي هي الاي اللي فوق دي والان دي ده مين؟ النظام مين؟ النظام الاولد سيستم القديم. والاي داش والان داش دي والثانيه ده النظام الجديد اللي انا عايز انقله. الشريحه قدامك وانا اشرحها في التفصيل بقى عشان دايما الموضوع ده بيعمل مشاكل للطلبه. دكتور تمام هو نورث وايست والزد اللي هو المنسوب. منسوب النقطه اللي فتحها مصاصه في البحر. ما اي نقطه في الفراغ دلوقتي بتتحدد في ايه؟ انت تعرف ان في العالم دلوقتي في حاجه اسمها 4 دي؟ يعني اول ما سافرنا بره دلوقتي قال لك 4 دي كان من 5 سنين. فانت بتستعرف كلمه 4 دي يعني ايه؟ البعد الرابع المقصود بيه بعد الزمن. يعني ايه دلوقتي؟ بالنسبه لنا احنا كمساحه عباره عن ايه؟ انت بتعمل مراقبه لمنشأ، اي سد او اي منشأ، المنشأ ده هيميل ولا مش هيميل او كده، او انت عندك مبنى قديم، مبنى اثري، فانت بتعمل مراقبه للواقع، يعني ايه؟ ببدا اصور الواقع واحط الصور واجيب احداثيات، شغل كده او كده. بعد كده ببدا اعمل ايه؟ السنه دي، السنه اللي جايه بقى بعمل نفس طريقه التصوير واقارن الاحداثيات مع بعض. اقول لك والله الاكس اتغيرت كام والواي اتغيرت كام والزد اتغيرت كام في الفتره الزمنيه كذا. البعد الرابع ده اللي هو الحديث اللي فيه اغلب الابحاث وكله هو الزمن. فانت عندك الاكس وواي زي الاوضه اللي بالنسبه لك دلوقتي، القاعه اللي احنا فيها دلوقتي مش في طول، في عرض، في ارتفاع. تعالى بقى نبص احنا دلوقتي. هنخليها احنا اكس وواي زي ما انت عايز، هنسمي دي اكس وهنسمي دي واي. طبعا انا بينها لك قوي على اساس اوضح لك الفكره. بس بتلاقي انت زاويه الدوران، انا هقول لك دلوقتي الزاويه ديت تبقى زاويه صغيره مش كبيره. ده الاكس والواي ده نظام مين؟ النظام القديم. يبقى اللي ما فيهوش داش ده النظام القديم. في عندي خط اهو. بلاش ما تخليش موازنه. خط اسمه ايه؟ بي. هي نقطة ايه هتتغير من النظام القديم ولا النظام الجديد؟ مكان نقطة ايه؟ هيتغير ولا مش هيتغير؟ مش هيتغير. يعني انا دلوقتي وقفت هنا في المكان ده. خدت المحور ده اكس والمحور ده واي تمام. لا ده راجل تاني اخد ده اكس واخد ده واي. مش هتفرق معايا مكان النقطه ماله ثابت مش هيتغير. وبعدين ده النظام الجديد بتاعنا اللي احنا عايزين ننقله اللي هو بالاحمر ده. ده اكس داش ده واي داش. احنا دلوقتي شغالين في 2 دي يعني بعدين بس. طب ايه البارامترز بتاعتنا؟ يبقى دي هنسميها او داش نقطة الأصل في النظام الجديد، ودي نقطة الأصل في النظام القديم. تعال بص بقى نقطة إيه؟ نقطة إيه مش لها إحداثي؟ لها إكس إيه؟ لها واي إيه؟ ده في النظام ده في القديم. وبعدين البي لها إكس بي ولها واي بي. ونفس الحكاية خلي بقى تعالى بقى هل الاكس في النظام الجديد لها اكس اي داش واي اي داش وبي اكس بي داش واي بي داش. احنا عملنا حاجه دلوقتي ولا ما عملناش؟ ما عملناش. بنقول لك والله
والله ان كل نقطه ليها احداث في القديم واحداث في الجديد. طب ايه البارامترز بقى بتاعت الترانسفورميشن؟ احنا هنشتغل على كلام على ثلاث حاجات. ايه هم؟ في حاجه اسمها سوينج او روتيشن، يعني ايه سوينج او روتيشن؟ دوران بالعربي، دوران المحاور بزاويه، ده سوينج او روتيشن. يعني ايه؟ تعالى بص، بيقول لك والله مش ده محور اكس، انا عايزه يبقى محور اكس ماله؟ هيطلع اكس داش. الزاويه دي بنسميها سوينج انجل او روتيشن انجل، زاويه الدوران الفا. سوينج انجل او روتيشن انجل. ولو انت شاطر في الرياضه شويه هتعرف ان الزاويه دي هي نفسها الزاويه دي، لو ده رقصي. هي نفسها سوينج انجل. انت فاهم ولا لا؟ دي دي زائد دي بتساوي 90 ودي زائد دي بتساوي 90، يبقى دي الفا ودي الفا. في بعض المراجع والكتب بتلاقي ايه بقى؟ بتلاقي ان هو يعني لو انت تشتغل شغل بطيء شويه بيقول لك ان محور اكس بيلف بزاويه دوران مختلفه بنسميها الفا اكس، ومحور واي بيلف بزاويه دوران ثانيه بنسميها الفا واي. لكن احنا عشان نسهل عليك الموضوع هنفترض ان محور اكس بيلف بنفس الزاويه بتاعت محور واي. تمام؟ برضه عشان تربط ما انتش فاهم الموضوع ماشي ازاي؟ لو انت بتقصد نقطتين على الحيط دلوقتي عشان اقرب لك الموضوع اهو، عشان وانت برضه كطالب واحنا كطالب في سنك كده برضه ما كناش فاهمين الموضوع شويه. في نقطه دلوقتي موجوده هنا وفي نقطه موجوده هنا، هنحط في حاجه اسمها شيك بنسبه عكس موجوده على الحيط. فجبت جهاز اسمه تيلي ستيشن، جهاز المحطه المتكامل، هنشوف ان شاء الله في سنه تانيه. حطيت الجهاز هنا، برصد على النقطه دي جبت احساسيات، وبرصد على النقطه دي جبت احساسيات ومشيت. جه زميلي بجهاز تاني خالص اسمه تدريب، طبعا شفتها اكيد، تمام؟ وقف في نقطة، وقف في نقطة وجبت الجديد تاني، ورسم النقطتين دول جاب احداثيات النقطة اكس والنقطة الأولى واحداثيات النقطة التانية. بقى عندي دلوقتي إيه؟ النقطة الأولانية دي لها كام احداثي؟ اثنين، واحدة من التوتال واحدة من التدريج. والنقطة التانية؟ اثنين، واحدة من التوتال واحدة من التدريج. وصلتك الفكرة؟ فإحنا عايزين بقى نجيب الاحداثيات التدريج للتوتال عشان يبقى كلها سيستم واحد، ونشوف هل في بينهم فرق ولا لأ. دي حاجة. أو انت جبت من التوتال، وبعدين في فرق بين المساحه اسمها المساحه التصويريه، ببدا اصور بدخل على الكمبيوتر في بعض البرامج الحديثه اطلع احداثيات النقاط. فجبت دي بالتوتال وجبتها من المساحه التصويريه، فدي لها احداثيات ولا لها احداثيات؟ عشان ينفع اقارن، ينفع اقارن الاحداثيات بالاحداثيات؟ ما ينفعش. فاهم؟ ينفع اقارن 500 و1000 واقارنها ب 130 وكذا؟ لابد اعمل سيستم واحد للاحداثيات. وصلت لك الفكره؟ لا ايه؟ هو في احداث بتقول لك المشكلة عندي إن نقطة إيه أصبحت لها احداثيات في النظام القديم ولها احداثيات في النظام الجديد. طيب يبقى أول حاجة بقى عندي في البارامترز بتاع الترانسفورميشن بتاع نقل المحاور هي السوينج أنجل أو الروتيشن أنجل زاوية الدوران. الحاجة الثانية الترانسليشن الانتقال. اللي هي الشيفت. أو تشينج أوف أوريجن اللي هي إزاحة نقطة الأصل. ازاحه نقطه الاصل، يعني ايه ازاحه نقطه الاصل؟ يعني مش دي نقطه الاصل في النظام القديم ودي في النظام الجديد، مش النقطه دي اكيد هتتحرك مسافه اسمها اكس او داش ومسافه اسمها واي او داش. دي النوع الثاني. الحاجه الثالثه السكيل. مقياس الرسم، التغير في مقياس الرسم. وفي حاجه اسمها تغير في مقياس وانا برسم لوحه 1500 او 1200 لا. مش انت عندك احداث في النظام القديم واحداث في النظام الجديد؟ يعني مثلا خلينا في الاوت سيستم في النظام القديم، مش عندي احداثات الاي واحداثات البي؟ اقدر اجيب التول اي بي ولا ما اقدرش؟ اقدر. مش عندي احداثات البدايه والنهايه؟ جذر التربيه، فرق السنه التربيه، ده فرق السنوات التربيه. طيب بالنسبه للنظام الجديد مش عندي احداثات الاي واحداثات البي؟ اقدر اجيب التول الثاني. هل التول انت متوقع التول من النقطتين دول لما تطعم التول زي ما تطعم التدريج؟ اكيد في اختلاف حتى لو واحد للميل صح ولا مش صح، هو ده بنسميه التغير في السكيل. مش المقصود السكيل بيه اللي هو واحد ل 100 وواحد ل 200 لا، المقصود بالتغير في السكيل هو التغير في البارامتر اللي انت بتقيسه، هو التغير في الطول. وصلتك الفكره ولا ما وصلتش؟ يبقى انت فاهم لو التغير في الطول ده المعنى. فاحنا بالنسبه لك عشان نعمل ترانسفورميشن نقل المحاور لابد احدد الالفا زاويه الميل، ولابد احدد الشيفت الاكس نود داش والواي نود داش، ولو كنت احدد السكيل بين الرز والرمز كي، لو كنت احدد دول، لو حضرت دلوقتي حددت دول
السكيل بتاعي واحد. لو قلت له طلعوا قد بعض بالظبط استحالة. ليه؟ في كل جهاز يعني لما تيجي تاخده ان شاء الله لو الترم الثاني في حاجه كل واحد يبقى عنده شخصيه. يعني ما عنده شخصيه يعني انا لما عديت مستحفزه اقول لك انا عايز او سته لا يعني انت دلوقتي تيجي تشرح على هدف معين انت بتيجي ترص في واحد والله دلوقتي العلامه شفت الميزات بتاعت التدريب ولا لا؟ او هتشوف لما تيجي تقف مع المعدل وانت بتقيس بالشريط واحد ممكن يقرب هي طبعا صمتي ممكن يقرب على اي اتجاه فاهمني قصدي ايه؟ الكلام ده ممكن تفصل ان شاء الله الترم الثاني بتاع اللي هي وانت بتصرف بالجهاز مش محمول الجهازين ده انت لو بترصد بنفس الجهاز بس في وقت رصد مختلف عن الثاني بتيجي اختلاف تمام؟ انما لو حضرتك رصدت وجاي زميلك نفس الجهاز ونفس الرصد ممكن يبقى في اختلاف بينك وبين زميلك. لو رصدت الجهاز مع الجهاز الثاني ممكن يبقى في اختلاف. طب تعالى نشوف هنستهلك الموضوع ده ازاي؟ هتاخد الموضوع ببساطه بسهوله جدا وتطور في الرياضه. دكتور محمد عيد دلوقتي شاطر في الرياضه عشان كده عملت اول امتحان رياضه. بتساوي فاي ناقص فاي داش.
تساوي دوران المحاول بتساوي انحراف القديم ناقص الجديد، او العكس السياق سواء موجب او سالب. يبقى فاين دي بتساوي ايه؟ بتساوي الفا ناقص فاو. صح ولا مش صح؟ تعالى نشوف هنا. فانت بتقول والله الاحداث الجديد بتاع نقطه بي في النظام القديم الجديد بيساوي الاحداث بتاع نقطه ايه زائد اس. اس دي طول الخط، اس احداث بتاع نقطه بي بيساوي احداث نقطه ايه زائد طول اي بي بيساوي الانحراف. الانحراف هنا اسمه مش الفا، اسمه فاي داش عشان احنا شغلنا على النظام الجديد. يبقى واي بي داش تساوي فاي اي داش زائد اس ساين. طب فاي داش بتساوي ايه؟ تساوي الفا ناقص فاي. فاي ناقص. انت ممكن تكلم بشرح اكتر. يبقى دي بتساوي ساين الفا ناقص او فاي ناقص الفا. انت طبعا شاطر في الرياضه، تعرف انت تفك زاويه مين؟ الساين. الساين بتاعت الزاويه بتساوي ايه؟ ساين 2 ساين لو هي زاويه ضعف. اه بالظبط. يبقى دي بتساوي واي اي داش زائد اس في ساين فاي وزايد الفا. بتقلب الاشاره ولا بتسيبها؟ بتسيبها. بنقول لك دي سالب على طول مباشرة اس ساين الفا وساين ساين كوزاين ساين كوزاين. وبعدين بتقلب انت مين؟ بتقلب الزواج. تعال بص دلوقتي الاس ساين فاي بتفكرك بايه في النظام القديم؟ اس طول الخط ساين فاي بتفكرك بايه؟ احنا مخفضين دايما وابدا طول الخط في سالب انحراف مركبه مين؟ الافقيه. وطول الخط كوزين انحراف مركبه مين؟ الراسيه. يبقى اس ساين فاي مش بتديك دلتا اكس؟ والاس كوزين فاي مش بتديك الدلتا واي؟ يعني ايه ما احناش فاهمين؟ يعني واي اي داش واي بي داش بتساوي واي اي داش زائد دلتا اكس اي بي كوزاين الفا ناقص زد واي اي بي ساين. يعني ايه الكلام ده كله؟ ايه الكلمه اللي انا عملت تكتب كل ده؟ يعني ايه؟ انت عارف انا بلف اللفه دي كلها ليه؟ عشان الجزء بيتقطع. احنا دلوقتي ايه الداتا اللي انا داخل فيها؟ انا داخل في احداثيات نقطه ايه؟ قديم وجديد. واحداثيات نقطه بي قديم وجديد. تمام؟ عندك احداثيات نقطتين جايه من الموضوع. احنا دلوقتي عايزين نشوف والله هل النقطه في الاصل دي اتسالت مقدار قد ايه؟ والمحاور لفت بمقدار قد ايه؟ والسكيب بتاعها قد ايه؟ هو ده السؤال. فاول حاجه دلوقتي بالنسبه لك تعالى شوف الواي بي داش موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. اغلب بيها الواي بي داش موجود. دلتا اكس ايه دلتا اكس؟ هو فرق الاحداثيات في النظام القديم. يعني ايه؟ بيساوي اكس بي ناقص اكس ايه؟ موجود. كوزاين الفا ظهر عندنا الفا زائد الدوران الفا مش موجود. ناقص دلتا واي اي داش بي داش دلتا واي موجوده. الفرق بينهم في ساين مين؟ في ساين الفا. بدات ظهر عندنا مين؟ ظهر زاويه الفا. طيب ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لي ان انا في غلطه طبعا انتوا نايمين طبعا. الكلام ده مش مع الواي، الكلام ده مع الاكس. ولا حد بينادي ولا حد الرجاله انت تمام. انا ما بقول بس بكتب حاجه ثانيه. دي طبعا اكس. هو الساين بيبقى مع الواي ولا مع الاكس؟ شطار وفيها ساين. احنا عشان ما بصيت عليك
الوارد. تعالى الوارد. واي بي داش يساوي واي دي داش زائد اس، بس المبادئ ايه؟ كوساين فاي داش. نبدا نفك الفاي داش بنفس الطريقه اللي هي الفاي ناقص، يبقى دي بتساوي واي دي داش زائد اس كوساين فاي ناقص اب. كوساين بتقلب بالاشاره ولا بتبقى ايه شيء؟ بتقلب. وايه كمان عشان افكها؟ كوساين كوساين ساين ساين. تمام، يبقى دي بتساوي واي دي داش زائد اس كوساين فاي كوساين الفا زائد اس كوساين اس ساين فاي ساين. تعال نشوف اس كوساين فاي هي مين؟ الواي ولا الاكس؟ الواي. بتساوي اي داش زائد سيلتا واي اي بي كوساين الفا زائد اس ساين دلتا اكس اي بي. عشان اسهلها عليك قوي، اسهلها عليك قوي، بدل ما انت تحفظ هل الكلام والاثبات والكلام ده كله، لا احنا مش مطبقين من الحاجات دي كلها. انا بقول لك العلاقه دي اساسا جت منين؟ سهل عليك قوي تحطها في صوره مصروفه؟ سهل عليك؟ طب ما سهل عليك ازاي؟ شوف دلوقتي انا اديتك صوره مصروفات هتسهل عليك الموضوع قوي ازاي؟ تعالى بص بقى، ادي اكس بي داش واي بي داش بتساوي اكس اي داش واي اي داش زائد، احفظ بقى على طول، كوساين فاي سالب ساين كوساين الفا سالب ساين الفا ساين الفا كوساين الفا دلتا اكس دلتا واي. طبعا اي بي دي صورة تاني. تعال نشوف جت منين. هات المعادلة الأولى اكس بي، فك بقى كده، اكس بي داش تساوي اكس اي زائد كوساين دلتا اكس ناقص ساين دلتا واي. صح ولا مش صح؟ انت هتضرب ايه؟ سطح عمود. تعالى للتانية، الواي بي داش تساوي واي اي زائد الاكس مع الساين والواي مع الكوساين. دي اسمها مصفوفة مين؟ ترانسفورميشن ماتريكس. ترانسفورميشن ماتريكس مصفوفة دي التحويل. عشان تعرفها هتعرف على البطء كوساين كوساين وساين وساين، بس واحد سالب وتاني مين؟ دي حتة المصفوفة. هي المصفوفة عن الاكس والبي دي احداثيات نقطة بي في النظام الجديد. اكس اي واي اي احداثيات نقطة ايه في النظام الجديد. دي مصفوفة دي التحويل. ودي دلتا اكس. دي انا جبتهم منين؟ تعال بص دلوقتي، هات اكس بي، تعال هات صاروا بقى كده، اكس بي مش بتساوي اكس اي. طبعا لما تيجي تساوي المصفوفات يبقى العمود الرقم في او الفيكتور في المصفوفة بيساوي الناصب لي في المصفوفات الثانية. ده صف اولاني عمود اول. يعني ايه اصلا صفين؟ ده فيكتور. صف اول عمود اول. المفروض تساوي الصف الثاني العمود، الصف الاولاني العمود الاول، الصف الاول عمود الاول بتساوي اكس اي داش زائد فك المصفوفه دي يبقى كوساين في اكس صف العمود ناقص ساين في واي. لا زي ما انت عارف يعني مش مهندس زي ما انت عارف. انت دلوقتي هتعرف لما تخلص بس الموضوع جه ازاي؟ انت ليه دايما وابدا ان انت كطالب عايز توصل ليه اخر الموضوع مش اوله؟ وفي الاخر لما توصل لها اخره ولا اوله؟ اهم شيء بالنسبه لك هي دي اهم مصفوفه، دي اسمها ترانسفورميشن ماتريكس، مصفوفه الدوران. لو انت شغال في 3 دي بقى تلاقي المصفوفه دي كام في كام؟ 3 في 3. لكن احنا شغالين في 2 دي فالمصفوفه كام في كام؟ 2 في 2. احنا هنا واحنا بنعمل المصفوفه دي او تم استنتاج المصفوفه دي اهملنا حاجه واحده. ايه هي؟ احنا فرضين ان المسافه بين النقطتين مالها ثابته بالنظام القديم وثابته بالنظام الجديد. هل ده بيتحقق ولا ما بيتحققش؟ ده في اغلب الاوقات زي ما قلنا ما بيتحققش. فهنا موضوع الاسكيل مقياس الرسم،
التسكيل ده بنسميه ايه؟ قياس الرسم ده بنسميه ايه؟ ومكانه فين؟ مكانه في الاهل. قياس تناسب. اساسا استنتاجه جاي منين؟ لو انت عايز تعرف استنتاجه الاصلي جاي منين الكي؟ تعال بص هنا دلوقتي. الاكس لا انت عايز تفهمه بس طبعا دي مصروفه. لو انت بتخاطب العقول دلوقتي عايز تفهمه مقياس الرسم جاي منين؟ اكس بي داش ده في النظام القديم ولا الجديد؟ الجديد بيساوي اكس اي داش زائد الاس. الاس اللي هو مين؟ الطول القديم. هل هو يبقى هنا صح ان انا اكتب الطول القديم؟ في حال الطول القديم يساوي الطول الجديد فكلامك صح. لكن المفروض ايه؟ ان الطول القديم ده هينضرب في ايه؟ في معامل معين انت المفروض تحط كده. فاهم؟ عشان كيف اس يديني مين على طول؟ اس داش. انما في حاله لما تبقى الكيب واحد يعني ايه الكيب واحد؟ يعني الطول هو هو. يعني ايه الطول هو هو؟ ان المسافه اللي مقطوعه ثابته يبقى الكيب واحد. يبقى المعادله دي كانت غلط. بس الصح بتاعها الاصح ان انا اضرب الكيب في الاس. يعني انا هضرب هنا في كي وهضرب هنا في كي. فالكي ده رقم سكيلر. سكيلر يعني ايه؟ رقم قياسي. طبعا خط رياضه. ما هوش فيكتور ما هوش متجه. فهي قيمه قياسيه بيطلع مثلا 9 من 10 8 من 10 1 و2 من 10 1 و7 من 10 بيطلع رقم. فهنا فيك ايه؟ هنا فيك ايه؟ ونفس الحاجه هنا فيك ايه؟ هنا فيك ايه؟ يعني احنا اخدنا لو انت عايز تعرف دي اساسا جت منين؟ المفروض هنا كي كوساين كي ساين كي كوساين كي ساين. انت متخيل الثلاثيه ازاي؟ كي كوساين كي ساين. لان ده سكيلر قيمه ثابته فبتنضرب في كل الماتريكس بالظبط. يبقى اصبحت المعادله دي معادله صحيحه في الترانسفورميشن في 2 دي. لو انت جبت اي تكست بوك اي كتاب مساحه في موضوع ترانسفورميشن تلاقي الصوره اللي بعد الاس دي صوره مهمه جدا بالنسبه لك. ماشي الحال؟ طيب عشان نسهل عليك الباشمهندس بيقول المواصفات دي صعبه واحده المعادله دي ابسط. احنا هنقول لك والله هنسمي الترم ده ام وهنسمي الترم ده ايه؟ ان. عشان تكتب المواصفات بالصوره دي الاكس بي واي بي عشان برضه الباشمهندس ما يزعلش اكس اي داش واي اي داش زائد ام سالب ان ان ام دلتا اكس دلتا حيث الام بتساوي ك كوساين الفا والان بتساوي ك ساين الفا. سهل كده؟ عايز تحفظ الصوره العامه دي ماشي زي ما انت عايز. عايز تحفظ صورة الام والان ماشي زي ما انت عايز. مش عايز تحفظها ماشي براحتك زي ما انت عايز. الطريقه اللي احنا عاملين نقولها دي يبقى احنا اوجدنا مين؟ اوجدنا السكيل واوجدنا زاويه الدوران بس ما اوجدناش حاجه ثانيه. الشيفت شاطر. الشيفت ده الازاحه. يعني ايه ازاحه؟ يعني نقطه الاصل بتاعتي دلوقتي ادي الاي والاي داش وكده نقطه الاصل بتاعتي اتحركت قد ايه؟ لسه ما عرفتهاش. طب اعرفها ازاي؟ اعرفها ازاي؟ هنا دلوقتي فين دلوقتي انت عايز تجيب مين؟ بص انت عايز تجيب مين؟ انت عايز تجيب المسافه دي؟ دي قد ايه ودي قد ايه؟ ادي دلتا اكس بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ لا احداثي قديم ولا احداثي جديد؟ ايوه بس فين في المعادله؟ في المعادله. طب انا هبسطها لك اكتر من كده. ايه هي؟ مش هي دي صورة المعادلة العامة؟ هي دي؟ هل عن طريق صورة المعادلة العامة دي اقدر اطلع الشيفت بتاع نقطة الاصل ولا ما اقدرش؟ ازاي؟ هي المعادلة العامة الاستنتاج تم استنتاجها على اساس ايه؟ بسبب النقطتين؟ النقطة A والنقطة B. النقطة A والنقطة B. طب أنا لو خليت نقطة منهم هي نقطة الأصل. بالصفر. يبقى أقدر أجيب الإكس داش ولا لأ؟ أقول لك قد إيه دلوقتي. صعب الموضوع. Thank you.
النهارده النقطه ايه هي نفسها نقطه بسط اعملها وبرها تبتل بس احنا بس عشان الوقت ابسط حاجه بالنسبه لي هي ايه دي ايه دي مش اكس بي داش يعني ايه هي احداثيات نقطه بي في النظام الجديد ودي واي بي داش احداثيات نقطه بي في النظام الجديد طب ودي احداثيات النقطه الاولانيه انا هفترض ان الخط واصل من نقطه بي لنقطه الاصل يبقى دي بالنسبة لي اكس بي في النظام الجديد واي بي في النظام الجديد مش دي مش هتبقى ايه بقى؟ هتبقى او ودي ما احداثيات نقطة الأصل زائد الام والال والال هل قيمة السكيل كي كوزاين والكي ساين هتختلف؟ لا مش هتختلف السكيل مش هيختلف ولا الأفق تساوي الدوران المحور مش هتختلف مع أي نقطة فبتساوي دلتا اكس اي بي مش هتبقى دلتا اكس اي بي بقى؟ او بي او بي ده في النظام القديم طب في النظام القديم الاكس نود والواي نود بكام؟ بصفار يبقى بالتالي دي بالظبط بتبقى احداثيات مين؟ الاكس بي والواي نود الصوره العامه للمعادله بتاعتنا الصوره العامه ان هي ايه؟ الاكس بي لا بصفه المواصفات اكس بي والواي بي داش ده نيو سيستم تعرف ده نيو انسى تقول دلوقتي دي ايه ده القديمه دي احداثيات نقطه بتاعي انا خدت اهو ادي الاي وادي البي زائد البي بتساوي الجديده بتساوي زائد الاي الجديده او النيو في مصفوفه التحويل في فرق الاحداثيات القديمه فرق الاحداثيات القديمه صح مش ده القانون الجنرال الحاله العامه اللي احنا مستنتجينه. طب تعالى دلوقتي هنفترض ان احنا الخط ده مش واصل من البي للايه؟ الخط ده واصل من البي للكو نقطه الاصل. انا عشان اجيب مين؟ انا عشان اجيب الاحداث ده اهو المسافه دي. فبالتالي احداثي الجديد بتاع نقطه بي. احداثي الجديد بتاع نقطه بي بالنسبه للمحاور الجديده بيساوي احداث نقطه الاصل، يعني ليها احداثيات؟ اه ليها احداثيات على النظام الجديد. احداثيات نقطه الكو ده هي ليها احداثيات على النظام الجداش، فاهم؟ ثانية بس واحدة. أصبحت دي أو داش أو داش، دي كام؟ دي ما أعرفهاش. المصفوفة التحويل هي هي ما اتغيرتش، لأنك السيستم لسيستم نفس المحاور. تعال بقى لمين؟ فرق الأحداثيات القديمة. فرق الأحداثيات القديمة اللي هي إكس قديم ناقص إيه قديم. طب هنا إكس قديم ناقص إكس نوت قديم، إكس نوت قديم بكام؟ بصفر. فدي أصبحت إكس بي ودي واي بي. وصلت الفكرة؟ تمام؟ يبقى اصبحت صوره بقى انت تطلع الصوره بتاعت الاو يبقى دي اكس بي داش واي بي داش بتساوي اكس نوت داش واي نوت داش زائد ام سالب ان ان ام اكس بي واي بي جبت الاكبر والتركيز دي موجودة والمواصفات دي موجودة والاكس بي والواي بي موجودين اقدر اجيب مين؟ الترانزيشن بتاع الاصل. الفا كانت عارفها. انا عرفتها هي الفا هي زاوية دوران المحاور. الفكرة ان انت رصدت مجموعة من النقط الموجودة على الحتة زي دي. في نقطتين
معنى مساحه كمان مساحه. لكن كمان رياضه، تعال بص بقى دلوقتي، يقول لك ان ايه وبي والسي ودي دول اربع نقط ليهم احداثيات على النظام القديم ادي اكس وواي، ونقطتين ايه وبي ليهم احداثيات على النظام الجديد. مطلوب من حضرتك تحسب لي احداثيات نقطتين السي والدي في النظام الجديد. وصلت الفكره؟ ممكن بقى يبقى سي ودي دي يعني اهم شيء عشان احسب. يبقى ايه اللي هتعمله انت هنا؟ هنعمل عمليتين، عملية أساسية وعملية بالراجع. يعني إيه؟ من النقطتين المعلومتين الأحداثيات في النظام القديم والجديد أجيب البارامترز دي، أجيب الإكس نوت وواي نوت، وأجيب الإم والإن والإن والإم. دي ثابتة بصورة التحويل لكل الناس ولا لأ؟ ثابتة. ودي ثابتة لكل الناس ولا لأ؟ تاني، أنا أجيبها لك بالراحة. تعالى نقطة إيه مثلا؟ ونقطة بي، إكس بي وواي بي يساوي إكس نوت وواي نوت، إم وإن، إيه الموجود في نقطة إيه؟ الإكس ايه موجودة في النظام الجديد ولا لا؟ دي موجودة نقطة ايه، صح ولا مش صح؟ طيب ودي موجودة نقطة ايه ولا مش موجودة؟ مش موجودة. نقل المحاور مش موجود؟ الأو مش موجود؟ لا دي مش موجود. الام والان والان والام دول مش موجودين. وصلتك الفكرة؟ ايه الموجود؟ الاكس ايه والواي وايه والواي. تاني نقطة ايه اللي هي المعلومة، اللي هي المعلومة في النظامين، ده موجود وده موجود، دول مش موجودين. ونقطة بي ده موجود وده موجود، دول مش معلومين. من الـ A والـ B هجيب دول. من المعلومة في النظام القديم والنظام الجديد هجيب مين؟ هجيب دول. تعالى للـ C والـ D، إيه المعلومة بقى دلوقتي؟ أصبحت المواصفات دي معلومة؟ أه. ودي معلومة؟ أيوه. ودي القديم معلومة، أقدر أجيب الجديد ولا لأ؟ هتفهم؟ فهمت الفكره ازاي؟ يبقى من المعلوم من نقطتين عشان يبقى ده فكره المساله او فكره الحل. من النقطتين المعلومتين هجيب الترانزيشن وهجيب الروتيشن، هجيب الانتقال نقطه الاصل، وهجيب دوران نقطه الاصل، وهجيب الاسكيل. انا هعلمك ازاي تجيب الثلاثه دول بالظبط. جبت الثلاثه دول اصبحت دي معلومه ودي معلومه. فاحنا بنديك واحده من دول ونجيب نقول لك هات الثانيه. هتفهم؟ جميل قوي. طب الكلام بيتم ازاي؟ تعالى نشوف. هنجيب اس ايه
معناها طول الخط AB في النظام بالعرض الخالص اهو القديم عشان ما فيش شرط. طول الخط بيرد الاحتزازات بيساوي ايه؟ طول الخط بيرد الاحتزازات بيساوي الجذر التربيعي اكس بي ناقص اكس اي كل تربيع زائد واي بي ناقص واي اي كل تربيع. طبعا ما فيش تشابه ده بين النظام القديم هيطلع لك الاس اي بي موجود عندك 1133 كذا. طب عايز اجيب الاس اي بي داش معناه ايه؟ طول الخط اي بي في النظام الجديد. او الضمير بيتغير ولا لا؟ انا ما بتغيرش الارقام بس بتتغير. دي اكس بي داش ناقص اكس اي داش زائد واي بي داش ناقص واي اي داش هيطلع لك كده 1966 وكذا. ده الطول اي بي ده جبتهم منين؟ بص كمان تاني المساله عشان تبقى انت متخيل الصوره. ادي الاكس وادي الواي، ادي الاكس وادي الواي. تقدر تجيب الكي ولا ما تقدرش؟ تقدر. الكي معناه ايه؟ السكيل. بقسم الطول ده اس داش على اس. ممكن الكي تطلع اكبر من الواحد؟ اه. ممكن تطلع اقل من الواحد؟ اه. لابد يطلع رقم موجب. ليه؟ تقسم الطول على طول. اكبر من الواحد او اقل مش فارقه، على حسب الارقام زي ما خلاص. يبقى انا بالنسبه لي كلمه كي تساوي اس داش على اس رقم 17. يبقى احنا جبنا دي الكي بتمثل سكيل، دي اول حاجه. طيب اعرف اجيب الروتيشن، ايه هو الروتيشن؟ الدوران، دوران المحاور بجيبه ازاي؟ لو قلنا ان الفا بتساوي فاي ناقص فاي داش. ازاي بقى اقدر اجيب انحراف الخط ثلاث احداثيات؟ تعال شوف. لو انت عندك خط اسمه اي بي وده اتجاه الشمال، الزاويه الالفا دي بتساوي ايه؟ من هندسه الشكل اللي قدامك الزاويه الالفا بتساوي ايه؟ تاني الفا بيساوي ايه؟ المقابل على المجاور. يعني الفا بعيد تاني الفا المقابل على لو دلتا اكس صح؟ المجاور دلتا واي. يبقى دي دلتا اكس على دلتا واي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ نعم. اللي هو احنا مش مظبوط. ايه ده اتجاه الشمال ده؟ هاي لابد يبقى فاهم الزاوية الأرضية مش مركبات بحاول. تاني ألفا بتساوي المقابل على المجاور، المقابل اللي هو إكس والمجاور اللي هو واي. تحفظها كده على طول عشان هتفيدك إن شاء الله في سنة الترم الثاني وسنة تانية. تان ألفا إي بي. بقول لك ألفا مين؟ ألفا إي بي. يعني انحراف الخط إي بي بيساوي يبقى إكس البعيدة ناقص إكس القريب. على واي البعيدة ناقص واي القريب. يعني ايه الكلام ده؟ اي بي يبقى اكس البعيده ليه؟ اكس بي على واي بي، لانها مهمه جدا في الاشارات. انك لو انت حلقت هتقلب الاشاره معايا مش معايا؟ طيب يبقى دائما لما بتقول الفا اي بي يبقى اكس بي ناقص اكس اي على الواي بي ناقص الواي اي. طب لو بقول لك الفا بي اي يبقى اكس اي ناقص اكس بي على واي اي ناقص واي بي. يبقى دائما وابدا خلي بالك اول انت بتجيب انحراف الخط بين بادئ فين ونهايه فين. تعرف الانحراف ده ولا لا؟ انت بدأ بتجيب خليها دي فاي عشان يبقى الرموز كلها سد. مش تمسح عندها ده صفه عامه بتتشرح في العالم. يبقى انا دلوقتي اقدر اجيب فاي، الفاي دي بقى فيها انحراف الخط القديم وده انحراف الخط الجديد. تعال بص بقى دلوقتي عندي امثله قدامك. فاي اي بي اللي هي في الضغط سيستم بيساوي 97 حسبناها 97.54. فاي داش اي بي حسبناها 241. بس انت ملاحظ حاجه دلوقتي. ليه الفاي هنا طلعنا الفاي 180 والضغط جمعناها؟ هقول لك انا لسه هقول لك. انت بتلاقي ان هنا دي 180 وزائد 180 دي جت منين؟ اهم شيء بشوف اشاره البسط واشاره المقام. البسط بيدل على الاكس ولا على الواي؟ الاكس. والمقام؟ تعال بص للرقعه بتاع حضرتك بقى دلوقتي اللي انت جاي منه. عندنا في المساحه او في الرياضه بصفه عامه هنا الاكس بايه؟ موجب و وهنا الاكس
فوق بسط الرقم اللي تحت بشوف. والله لو شرط الفصل مجابه والمقام مجابه يبقى انا ضربه في الرقم الاول الرقم الحاسب هو شرط الاعراب. تعال شوف بقى لو شرط الفصل كان سالب والمقام كان موجب شرط الفصل سالب يعني ايه؟ اكس سالبا والواي موجب يبقى الرقم كام؟ الرابع في المتاع دي سالب ودي موجب. على الكالكوليتر هيطلع الرقم ايه؟ هيطلع ايه؟ موجب ولا سالب؟ سالب تجمع 360. لما تجمع 360 على الاشاره السالبه هيقل ولا هيزيد؟ اكيد هيقل. تعال بص دلوقتي لو انت بصيت لاشاره الفصل لقيت الفصل سالب والمقام سالب زي الحاله الثانيه دي الفصل سالب والمقام سالب بس انت طبعا حللنا بالاشاره انت جربها انت كده في البيت هتلاقي الفصل سالب والمقام سالب المقام هيبقى ايه؟ الناتج هيبقى ايه؟ المقام الفصل سالب والمقام سالب الناتج موجب بس هو مش في الربع الاول هو في الربع الثالث يبقى في هذه الحاله تجمع 180 درجه. طب لو لقيت امتى البسط موجب والمقام سالب يبقى في الربع الكام؟ الثاني الناتج هيطلع ايه؟ سالب نجمع 180 درجه. واحنا هنا هنجمع وهنا هنجمع مالكش دعوه انا مكتوب قدامك على السلايد دي السلايد دي ما هو مرتبهم بص كده في السلايد احنا بنحل رتبناهم الكبير ناقص الصغير شوف رقم انا ربع وطرحنا الراس لا دي ما ترجعش دماغك كده انت لما تيجي تحل في الامتحان عشان ما تاخدش منك وقت تعمل ايه؟ اطرح البسط واطرح المقام شوف اشاره البسط ايه والمقام ايه طلع الناتج عندك مثلا هتطلع لك ان الفايل اي بي بتساوي رقم معين طلع ربع او طلع سالب لابد نعمل شيك كده بعيد اشوف اشاره البسط ايه والمقام ايه والله لو لقيت اشاره البسط موجبه والمقام سالب يبقى في الربع الثاني هلاقي الرقم اللي انت بتطلعه هنا ده اشاره سالب صح؟ شغل على حسب عادي نجمع الرقم ده 180 درجه الرقم ده هيقل ولا هيزيد؟ عن 180 هيقل عن 180 لكن لما الاقي شرط الفصل سالب والمقام سالب هيطلع لي الرقم عندي بالكالكوليتر بانه موجب لما اجمع عليه 180 هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد هيديك 241 وهكذا يبقى دي مهمه ليك جدا بالنسبه لك شرط الفصل ايه والمقام طيب يبقى حضرتك دلوقتي حسبت الفاي في النظام القديم والفاي في النظام الجديد لو طرحت الاثنين سول من بعض جبت الروتيشن ولا ما جبتهمش؟ جبنا قيمه الروتيشن لا قيمه الزاويه الف يبقى جبنا الاول الروتيشن من الانحرافات وبعدين السكيل جبناه من الاطوار عايز اجيب بقى مين؟ اعرف اجيب الام؟ اعرف اجرب مستودي ولا ما اعرفش؟ طب نعرف ازاي؟ الرقم ده موجود ولا مش موجود؟ ده موجود، الاكس بي والواي بي في النظام الجديد دي موجود. موجودة قدامك اهي، 3572 و 1440 بتساوي دي معروفة ولا مش معروفة؟ دي مش معروفة. زائد ك وزايد ألفا سالب ك سايد ألفا ك سايد ألفا ك وزايد ألفا في الاكس بي موجود. ايه اللي مش موجود في النظام ده كله بالكامل؟ هي مين؟ الاكس نوت والواي نوت. اعرف اجيبها؟ هنعرف نجيبها. لما تيجي تجيبها هل تحلها كانها حل مواصفات؟ لا انت ممكن تجيبها بالرياضه العاديه. يعني ايه بالرياضه العاديه؟ هديك امثله بسيطه انسى دلوقتي اللي قدامك دي عشان ما تفكرش ان هي مواصفات وطب انا معيش اله حاسبه فيها مواصفات؟ لا عشان توصل الامور بالنسبه لك. انا هخلي دي مثلا 10 20 اي ارقام بس عشان تحس بيها يعني. ودي اكس واي اللي عايز اجيبها زائد 5 او 2 سالب 1.5 1.5 2 المصفوفه اللي كنت جبتها واحده سالب والثانيه يوم دي 3 و7 اي ارقام يعني عايز اجيب الاكس والواي عن ابسط طريقه اسرع طريقه تعمل ايه؟ ما تحلهاش كمصفوفات صرت المصفوفه دي بس عشان تحفزك القانون. طب ما تقول دلوقتي ان 10 دي مش بتساوي اكس زائد 2 في 3 زائد 2 في 3 سالب 1.5 في 7 صح ولا صح؟ صفة عمود من هنا عمال اطلع كلمة اكس ولا لا؟ 2 في 3 في 6 سالب 1.5 ب 10.5 سالب 10 سالب 4.5 سالب 4.5 وزاد زي يعني 8.5
بنجتهد بالكلام ما تحلش بيتك كان ده وصفات. يعني هبدا اساوي بقى الطرف الاولاني ده اساويه على طول. وال20 نفس الحكايه. دكتور المفروض دي 3 من 7. صح. استني واحدة بس عليها العشرة دي مصروفة. لو قلت لك دلوقتي 10 و20 اكس واي الاكس بكام؟ 10 واي ب 20 ليه؟ الأول مع الأول والتاني مع التاني جميل أوي. يبقى دلوقتي يبقى دي اكس زائد عشان الترم ده صفر ازاي؟ فك الدنيا في كده ترم على ترم واحد وترم في واحد دي اتنين في اتنين ودي اتنين في واحد ينفع الضرب؟ ينفع. دي بتساوي دي يبقى الناتج 2 في 1 افك دي ازاي؟ يقول لك قاعد في الكتاب تمام. طلعت مين؟ طلعت الاكس واحده انا تطلع مين الواي. يبقى المرحله الاولى انا جبت الاكس نوت والواي نوت هو سماها هنا السي والدي مش مشكله. هو هنا سماها السي والدي خلاص سماها اكس نوت واي نوت مش مشكله. اطلع دلوقتي ده الترم ده موجود والترم ده موجود ارجع للمساله بقى الاصليه بتاعتي. انا عندي السي والدي في النظام القديم اعرف اجيبهم في النظام الجديد ولا لا؟ نعرف ازاي؟ تعال نقول ان الاس سي والواي سي بتساوي ادي المصروف بتاعتنا اللي احنا جبناها. دي المصروف بتاعتنا اللي احنا جبناها. ايه دي بقى؟ دي اكس نوت ودي واي نوت. بص كده اكس نوت اللي هي السي يعني والدي ادي السي وادي الدي اللي هي اكس نوت والواي نوت. ودي هي الاحداثيات مين؟ القديم. بص القانون اهو ادي مصروف التحويل دي زي الرقم ده زي الرقم ده ولكن ده عكس ده في الاشاره تحفظها كده. ده زي ده في مصروف التحويل وده عكس ده في الاشاره. في الاحداثيات القديم زي السي والدي زي اكس نوت وواي نوت. جبت انا احداثي نقطه السي في النظام الجديد واحداثي السيني واحداثي الصاد.